مشاهدينا سنتحدث أكثر حول هذا المشروع الوطني الشامل والجامع، ويسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد عبد الرحمن جمشير، عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني وأمينها العام. أهلا بك أستاذ الفاضل. إذا نتحدث عن ميثاق العمل الوطني، والذي هو يعني بمثابة حجر الزاوية للبحرين، كان ولا يزال وسيبقى بإذن الله. يعني كونك أحد أعضاء اللجنة، كيف تنظر إلى ما تحقق من منجزات في ضوء هذا الميثاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة، وأهني جلالة الملك والقيادة السياسية بالأعياد الوطنية التي تعيشها مملكة البحرين في هذه الأيام. طبعا كان لي الشرف أن أكون عضوا في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني. هذا الميثاق الذي أعتبره مشروع للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، والذي أراد فيه أن يشارك أبناء شعبه في صنع القرار. وقدم هذا الميثاق ليكون حجر أساسي في الإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين. هذا الميثاق أعطى الكثير لهيكلة الدولة ووضعها على الطريق الصحيح الديمقراطي، وأنشئ المجلس الوطني بغرفتيه، مجلس النواب المنتخب انتخابا حرا ومباشرا من قبل الشعب، ومجلس الشورى الذي يتم تعيينه من قبل جلالة الملك، وهاتين الغرفتين تشكلان المجلس الوطني. وهذا النظام بالحقيقة يعني تعتمده الكثير من الدول المتقدمة والضالعة في الديمقراطية. الميثاق طبعا أعطى المواطنين حق المشاركة وحق الانتخاب، المواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة وحق الترشح وحق الانتخاب، وأعطاهم حرية التعبير عن الرأي، وفي نفس الوقت تكوين الجمعيات السياسية والمهنية. مشاركة المرأة في العمل السياسي يعني أعطاها قوة ودفعة قوية لأن تتبوأ مركزها المرموق في المجتمع، وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم خلى المرأة أن تأخذ مكانها الطبيعي في المجتمع. نعم سيد الفاضل، اليوم يعني نحن ننعم بثمرات هذا الميثاق، وتحققت إلى شكل عديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الصعد، سياسية اقتصادية اجتماعية، ولكن كيف يعني، وهي رسالة أيضا نوجهها للجيل الحالي والأجيال القادمة، كيف من الممكن أن نبني على ما تحقق من هذه المنجزات والمكتسبات في ضوء وفي إطار ميثاق العمل الوطني؟ هناك الكثير الذي نستطيع أن نبني عليه. يعني نأخذ مثلا البحرين، الآن موجودة بقوة على جميع أصعدة المحافل الدولية، إن كانت العربية أو الأوروبية أو العالمية بشكل عام. موجودة تدافع عن حقها، تدافع عن وجودها ضد أعدائها وضد الإرهاب وضد تصدير الأيديولوجيات المستوردة الباطلة. يعني هذه عمل يجب على الجيل القادم أن يعي له. البحرين تضمنا جميعا، جميع بجميع فئات المجتمع، جميع بدون تمييز وبدون أي تفرقة، فعليهم المحافظة على هذا الوطن. الوطن عزيز علينا جميعا، يجب أن نحافظ عليه بكل قوة بالتأكيد. وبكل إذن سعادة السيد عبد الرحمن جمشير، عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني وأمينها العام كذلك، شكرا على تواجدك معنا. شكرا.